بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة لإرسات البرنامج العربي وتحديدا في برنامج الملف، أحييكم تحية طيبة وطنية مباركة، وأرجو لكم دوما وأنتم تتابعون فقرات هذا البرنامج وغيره والأخبار أن تكونوا دوما في صحة وعافية. اليوم سيداتي سادتي عندنا ضيف عزيز، ضيف مناضل ومعلم وكذلك رجل مثقف، وأنا سأرحب به بعد قليل. لكن قبل ما نبدأ معه دعوني أقول شيئا قد يكون مفيد بالنسبة للناس الإعلام أو الذين يعملون في حقل الإعلام. حقيقة أود أن أقول أنني لم أدخل إلى أي عمل إعلامي، سواء كانت مقابلة أو لقاء أو اجتماع أو أي شيء يعني، ولا خرجت منه ببرنامج. وأقول أهمس في أذن كل صحفي يعمل في الإذاعة، التلفزيون، حتى في الصحف والمجلات، دائما عندما تقبل على برنامج على فكرة معينة أطلع منه ببرنامج، بمعنى أنت رجل إعلامي ومن أي فكرة تستطيع أن تخلق فكرة جديدة. وهذا ديدني في العمل الإعلامي، ما مشيت اجتماع عام حتى لو كان عزاء ونسى عادية، اتصال تلفون، تصفح أسماء الأشخاص المعاي في الجوال، كل هذه مشاريع عمل ولا بد أن تقتنيها عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة. وعندما تجلس إلى الناس حاول أنت تكون سؤال دائما، وزي ما بيقولوا أساتذتنا الكبار في الإعلام استلم الجو، يعني بمعنى مش في المقابلة تستلم الجو براك، لكن لما تكون قاعد مع زول تونس معاه ما تخليه يسرح بيك في كلام كده، مرات بيكون يدخلك في حاجات وبتاع. ما تنسى أنك أنت رجل إعلامي، وأي خطوة أي جلسة أي ونسة أطلع منه ببرنامج، وبالتالي أسأل الزول وأطلع منه وحتخلق برامج. ودي يمكن أنا اللي الفكرة أو الفلسفة التي أعمل بها، ولذلك بحمد الله أعمل في أكثر من اتجاه. كتار يقولوا لي كيف توفق في الزمن وكيف تعمل وكذا، أنا بقول بحمد الله أولا، ثم هذه المنهجية دي واحدة منها طبعا، وفي حاجات كثيرة هي اللي بتخليك تساعدك عشان تطلع ببرامج وأفكار في لقاءاتك. ومن هنا سيداتي سادتي جمعني لقاء في قناة الحوار قبل أيام بالأستاذ المناضل العزيز المثقف المعلم المربي الأستاذ قرماي زميكيل. أستاذ قرماي أنا أرحب به باسمكم جميعا، وهو هذا هو الوجه المعروف في السوشيال ميديا وفي العمل والنشاط السياسي والإعلامي، الأستاذ قرماي زميكيل. جمعني به أخونا الدكتور عمر زرقاي في لقاء، يعني ماذا دار في أسمرة احتفال الذكرى 31 لذكرى الاستقلال، تعليقا على كلام رئيس العصبة الحاكمة وللعنة في أسمرة السياس وزمرته. ولأول مرة طبعا أشوف أستاذنا أو يجمعني به وجها لوجه أستاذنا قرماي زميكيل، وأدهشني كثيرا بتحليله العميق لخطاب رئيس العصبة، وأنا شوية أخذت منحة آخر في تحليل أجواء الخطاب. ومن هنا من داخل المقابلة أنا طلعت بكمية من المشاريع مع أستاذنا قرماي زميكيل. أستاذ قرماي أنا آسف على الإطالة، ولكن لا بد كان أقول هذه المعلومة. مرحب بك في الرئيسات الفضائية المستقلة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد شريف، وأنا أيضا سعيد بلقائك في ذلك البرنامج، وأيضا اليوم أيضا سعيد بلقائك، وأشكر يعني عبرك مشاهديك ومشاهدي القناة الرسات وببرنامج الملف، وكما أحيي أهلي في أغردات أين حيثما حلوا عبرك وعبر برنامجك أيضا، وشكرا لك، وأنا مقدر لاهتمامك بهذا الموضوع واستضافتك لي، هذا كان شرف كبير بالنسبة لي. الله يخليك، والله نحن نزداد شرف بك أكثر أستاذنا العزيز أستاذ قرماي، لأسباب كثيرة. أولا لأنك أنت رجل معلم، وأنا دائما والله المعلمين والمربين والتربويين دائما أنا أخذتهم في مقدمة المجتمع،
ولو كان تولى زمام أمرنا أولئك التربويون الكبار المعلمون، والله ما كان وصلنا إلى هذا المنعطف. فبالتالي أنت مقامك عندنا كبير، لأنك أنت أول رجل مربي، أستاذ يعني أستاذ بمعنى الكلمة. الشيء الثاني أنت مناضل الشيء الثالث أنت رجل مثقف وطني، وفي نفس الوقت رجل إنساني وتنشط هنا وهناك. أنا بتابعك، وهو الأستاذ جرمايزا ميكائيل من أبناء مدينة أغردات، عشان كده خلفيتنا هذه كنيسة البادري في مدينة أغردات. وأستاذ جرماي طبعا خدت الصورة العامة، ومن خلفه طبعا نهر بركة. وأستاذ جرماي هو عضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. أستاذ جرماي ثاني وثالث من رحب بك باسم كل المشاهدين. أنا داير أسي نخش في سياح. أستاذ جرماي أنت مولود فيها، تحي في مدينة أوردات، هذه المدينة الثائرة الصابرة. طبعا أنا مولود في مدينة يعني في حي جازاغوبو، أي وبالذات بالتحديد في المنطقة المتاخمة اللي كتار ما لا قد لا يعرفوا هذا الحي باسمه الحقيقي، ألا وهو حي أدقمروت الذي يبدأ من أدقمروت، والذي يبدأ من يعني من 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 دار الشيخ محمد بيوداي حتى ينتهي إلى ديار آل حسنه في المنطقة المتاخمة لحل الدرق، ينتهي في هذه المنطقة. فهذه المنطقة تسمى أدقمروت. فأنا ولدت في المنطقة المتاخمة لعد قمروت وجزاغوبو. قد لا يكون دقيق تاريخ الميلاد، لكن أنا ارتبطت بتاريخ الميلاد الذي يوجد في كثير من يعني وثائقي الرسمية، اللي هو عام 1955 شهر 5، ولكن هو يعني يمكن قد كل اللي لأسباب عدة، ومنها الاستعمار طبعا، والناس ما كانوا يهتموا كثير. وأنا أعزوها إلى أنه هي بس الحالة غير المستقرة يعني، لأنه الإنسان يعني على سبيل المثال أنا مولود في أسمرة مثلا وفي قلب المدينة اللي هي في حي جازابرهانو، لكن حقيقة يعني وكان المبنى بتاعة البلدية على مرمى حجر مننا، لكن الوالد ما اهتم بالهناء، فأعمارنا تقديرية يعني. صحيح احنا شوية أصغر منك أستاذ جرماي، لكن هذه حالة كل الإريتريين يعني في الغالب ما. وأنا عشان كده استغرب أحيانا لما يقول اليوم عيد ميلادي بتاعه ويعمل شموع ويحتفل، ربما الاحتفال ما مشكلة، لكن هل هي حقيقة يعني العمر الصح اليوم الحقيقي؟ لكن الحمد لله على الأقل نعرف عيد أعياد ميلاد أبنائنا يعني، لأنه يعني ولدوا في مناطق شبه مستقرة ولذلك نعرفها. طيب، من حي عد قمروت أستاذنا جرمايزا ميكائيل، نشأت في ذلك الحي، تدينا بانوراما الحي كان شكله كيف، لغته كيف، ناسه كيف، أجواء المدينة. غردات يمكن في الوقت ذاك ما كانت سخنة بهذا الشكل يعني، الجو يعني أعتقد كان الجو نوعا ما. فدين نستصحبك إلى الطفولة أستاذ جمال. هذا الحي طبعا قلت الحي يعني حي جازاغوبو متاخم لعد قمروت في المنطقة هذه بالتحديد أنا ولدت فيها. نعم. هذا الحي يعني كان خليط بمكونات الشعب الإريتري من كل أنواع. يا سلام. حتى دول الجوار طبعا تقريبا. فبالتالي كانوا لنا اباء كثار من مكونات اريتريه مختلفه. على سبيل المثال يعني الحي يعني كان متداخل سواء كانت يعني دينيا متداخل، انه والناس اللي ساكنه فيه ايضا متداخله، لا تعرف انه في حوش واحد قد تكون
يعني من الديانتين ومن مكونات اخرى مختلفه. الواحد بيتكلم تيغري، الاخر يتكلم تيغرينيا، والثالث بيتكلم حتى الامحرينيا كانت حاضره بهذه المنطقه. والناس اللي حضروا معانا من الامحره كتار كانوا من جوجام طبعا، هذيل تقريبا فضلوا بعد ما رجعت ايطاليا من حرب ليبيا، فضلوا لم يرجعوا الى اهاليهم هذه، وكونوا يعني نموذج جيد كانوا يتعاملوا معنا. فبالتالي لا كنا ندرك إنه مين هو مين، فبالتالي هذا الحي كان يعني تنسهر فيه كثير من الثقافات وكثير من المرجعيات الإثنية، وأيضا كنا نحترم كل الناس اللي موجودين في هذا المكان. أنا بتذكر العمدة بسايغارزا مثلا لما نلقاه في الطريق نتصرف تصرف يعني بكل أدب، لأنه كان رجل مربي، وكان أنه إذا شاف أي بدر منك أي شيء غير لائق بك كطفل من أطفال هذه الحي كان يناديك ويوبخك. فبالتالي الحي كان متجانس مثل كل أحياء المدينة. صحيح. أيضا كانوا هكذا. نعم نعم. على ذكر عمنا دبساي قرزة رحمة الله عليه، ونترحم على زميلنا العزيز محمد إبراهيم دبساي والأخ الأستاذ محمد طاهر، ونحيي أختنا نعمة وبقية آل دبساي رحمة الله عليهم. كده من الشخصيات اللي طالما ذكرنا عمنا دبساي قرزة، أذكر لنا الشخصيات كده، وذكرت عمنا حسنه الشهيد وأخوانه كده، أذكر لنا من الأسماء البارزة كمان يعني. كل ما تذكرت غردات بتبرز لك أسماء شخصيات. كان برضو يعني عمنا محمد علي كنوني برضو يعني، وبجانب إلى هذيل طبعا في نفس المنطقة قبل ما أن يرتحلوا إلى منزلهم الكائن بالقرب من مركز البوليس، كان على العم جرسلاسي. يعني هذيل اللي ممكن في المنطقة هذيك كانوا يعني مؤثرين. عندما كنا أطفال كنا يعني نعمل مننا حساب. عمنا قلتة فعلا قلتة كان برضو جار لنا، ويعني في الوقت هذا قلتة بالنسبة لهذه الشخصيات بيعتبر شاب يعني، ولكن أيضا كان من أعياد تلك الحي. نحيي أخونا ميكيلي وأسرات وفن يعني وسابة وكل الأهل المحترمين لعمنا أبو قلتة يعني بجد يعني. ونحن كنا نشوف والدنا حقيقة يعني، وكان رجل معروف. وتتذكر عمنا راجو كمان؟ أيوة أتذكر. نعم نعم، في نفس المنطقة مش كده أستاذ قرماي؟ أيوة في نفس المنطقة. وشخصيات أيضا هذه المنطقة أيضا كانوا يسكنوها من المعلمين، وكانوا يعني مربينا. وأبرزهم كان الأستاذ محمود محمد صالح والأستاذ محمود ياسين، برضو ساكنين في عبد قمروت هذه. يا سلام يا سلام لهم الرحمة. نعم. أستاذ محمود محمد صالح يحتاج يعني لحلقة أو لحلقات حتى أن نتحدث عنه. إن شاء الله بإذن الله. أيضا كان من ضمن هذه من ضمن المعلمين اللي كانوا ساكنين في هذه المنطقة. يا سلام، شكرا لك أستاذ قرماي. طيب أنت بدأت المرحلة الابتدائية في مدينة غردات. طبعا. كده المدرسة كانت وين، والمعلمين اللي تحت عيونك عليهم؟ أيوة، أنا المدرسة كانت طبعا مدرسة غردات للبنين، اللي هي في وسط المدينة بقرب الجامع. مدرسة البنات مش كده؟ أي بدرسة البنات، وبالقرب من معهد الدين الإسلامي. نعم نعم. دي كانت طبعا يعني يمكن في أنا أقول تقدير هو في الستينات. من أبرز معلميني في سنة أولى في ذلك الوقت كان الأستاذ الخليفة أبو بكر تكليس.
نعم. والأستاذ محمود ياسين. يا سلام. هذيل طبعاً بتذكرهم تماماً في سنة أولى. أستاذ عبد الحميد درسكم؟ لا ما درسنا، أنا بتذكر هذيل طبعاً. أوكي. بعده انتقلت من سنة أولى، يعني فجأة الفصل بتاعتنا يمكن درسنا الثانية وانتقلنا إلى الفصل الثالث، وهنا كان بتذكر الشخصية يمكن اللي أثرت على من ضمن الشخصيات التي شكلوا وجداني وشكلوا وعي وشكلوا تصرفي، كان الأستاذ جابر، ليس جابر سعد بل إنما الأستاذ جابر هو من أبناء كرن. أستاذ جابر، نعم. بتذكر هذه الشخصيات. وبعدك طبعا الفصل الرابع كان الأستاذ عمر النادي. يا سلام، نعم. هذا كان طبعا يعني متخصص، يعني والفصل الرابع كان طبعا زمان كان كل مدرس كان يمسك الفصل يدرسه من مادة الحساب إلى كل المواد، ما عدا المادة الأبحرية، كانوا يأتون الناس أستاذ أفورتي، نعم، أستاذ بخرسين. اللغة العربية ساعتها قاعد تدرسوها مش كده أستاذ جرماي؟ أيوة. جميل. من سنة أولى لغاية سنة رابعة، الأية الأولية بتدرس بالعربي، بعد ذلك من سنة خامسة اللي هو يسموه الميدل سكول يبدأ مادة التدريس تكون الإنجليزية. الإنجليزية. أيه. والتجرينيا كانت موجودة ساعتها مع اللغة العربية؟ لا، نحن ما لا لا لم يحالفنا الحظ، لأنه الأمحرينيا كانت داخلة، فبالتالي كانوا الاثنين المدرسين اللي كانوا يدرسوا التجرينيا من قبل بدأوا يدرسوا اللغة الأمحرينيا، اللي هم الأستاذ بخرسين والأستاذ أفورقي. أفورقي كان لاعب كورة كبير، كان يعني يسكن مع ناس بتذكره تماما، هو قريبته خالت زوجة علي بن سياد. علي بن سياد اليمني. أبوهم لناس فؤاد وسعود. نعم، علي بن سياد. فؤاد علي بن سياد، فكنا يعني كان بيسكن جنب المدرسة بتذكره تماما، وكان لعب كورة جيد. طيب أستاذ قرماي، يعني ذكرت أستاذ جابر مرة واحدة، كان يعني ساكننا في حي في 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 حل السودان طبعا، في الحوش بتاعت عمنا القحم رحمة الله عليه، فكان جارنا في نفس البيوت اللي كانت لعمنا الحجازي، عمنا أحمد القحم رحمة الله عليه. فأستاذ جابر ده كان يعني أنا أذكره، والله يطراه بالخير إذا عايش وإذا توفي رحمة الله عليه، الله يرحمه. طيب أستاذ قرماي زميكيل، ضيفنا العزيز الكبير في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج الملف، كده أذكر لنا من زملاء الدراسة كمان أستاذ قرماي، سواء كان في المرحلة الأولية أو المرحلة الوسطى. من زملاء الدراسة طبعاً اللي بدأنا من سنة أولى وإلى الثانوية كنا مع بعض، بعضهم طبعاً راحوا للجامعة افترقنا يمكن. علي محمد إسماعيل، الدكتور محمد خير عمر عبد الله، نعم، والأستاذ إدريس نور صالح عافا، برضو محمد ريش جابر بتذكره، أبوه كان سمكري لو تتذكر. محمد إسماعيل دويدة دفعتكم؟ لا، محمد إسماعيل دويدة كان قبلنا، وبعده يعني راح للمعهد عندما معهد الديني. معهد الديني. محمد أري محمد صالح رباط ما دفعتكم؟ أري كان بعد مباشرة. أخونا العزيز هو معانا في أستراليا وفي ميلبورن، ويذكرك دائما بالخير أستاذ قرماي. أيوة بتذكروا أري محمد صالح، بخيت عبد الرزاق برضو كان معاي. نعم. طيب أنتوا الوقت ده كنتوا أولاد بس لوحدكم، ما في بنات طالبات؟
لا لا يعني مدرسة البنين ومدرسة البنات كانت مختلفات. مدرسة البنين من سنة أولى لغاية الفصل الثامن، يعني أولاد لحالهم والبنات لحالهم. متى الفصل انت الثامن دخلت على فصل فيه بنات؟ هذه كانت في كرن. في كرن. أي أوردات كلها كانت عزوبية. حتى الامتحان ما قعدنا مع بعض عشان نمتحن لدخول الوسطى ودخول وامتحان دخول الثانوية، ما قعدنا مع بعض. في كرن في الثانوية، أنت مشيت كرن للثانوية. أي كرن مشيت للثانوية. طيب أستاذ قرماي، أنت في المرحلة الأولية والوسطى، الوقت ذاك اهتماماتك كان يعني تميل ليات اللغة، ليات مادة أكثر في ذلك الوقت، ومين من المعلمين أثر عليك؟ أكيد كلهم، لكن في معلم كده قلت يا أخي أنا هذا المعلم ده لازم أبقى زيه، واندرجت وانسربت في التعليم. طبعا الاهتمامات يمكن تكون ظهرت في نهاية الوسطى. فهنا طبعا في الفصل السادس بالذات، طبعا كان الكلاس تيشر اللي يسموه هذا مدرس الفصل، هو مهتم بالفصل من ملفاته، من سجلاته، من حضوره. فكان الأستاذ محمود محمد صالح، وكان ما يعني درس تقريبا سنين وكلها في الوسطى، كان بيدرس المعلومات، فكان بيتقن المادة إلى أبعد الحد. مادة اسمها المعلومات. المعلومات هو معلومات عامة، هي اللي هي جغرافيا وتاريخ وكذا وبتاع. لا لا ما فيها جغرافيا والتاريخ، المعلومات فقط، إنه يعني ممكن تكون يكون فيها الأحياء، تتداخل فيها الفيزياء، تتداخل فيها الكيمياء. فبالتالي حببني إلى هذه المادة. بعدها طبعا هو بعد 65، بعد درسنا، بعد أن أكمل معانا السنة، أجبر لكي يترك المدينة نتيجة مراقبة صح كان يعني سجون قبل كده، كان مسجون كان له سوابق، فترك المدينة. بعدها تولاها الشاب، المدرس الشاب بسميه أنا في وقتها، والله يطول في عمره، الأستاذ الجليل عبد الله علي أسد. أيضا هو كان بيتقن المادة، فبالتالي الاثنين حببوني إلى مادة المعلومات. جميل. وفي مادة عندما انتقلت إلى كرن، كنت يعني كنت في يعني كان جزء، إذا كان هي كان المعلومات أو المعلومات الحيوية أو المعلومات الإنسانية اللي هي ممكن الآداب والعلمي، آداب وعلمي كانت تنقسم في كرم، فأنا رحت إلى العلمي أيضا. جميل جدا أستاذ قرماي. كده نرجع للمدينة، المدينة مدينة غرداد طبعا معروفة بنشاط السياسي. أنتوا في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الأولية بالذات، يعني كده دينا يعني سماعكم عن جبهة ولاد وثورة وكده، وأنتوا في ذلك الحي قريب جدا طبعا، يعني تعتبر المنطقة ديك شوية آمنة، يعني بعيدة عن دوم الحلة وحلة السودان والدب السكر، وأنت ماشي للخور يعني خور بركة. شوف غرداد دي طبعا يعني من يأتيها يسحر بها. الله نعم. حتى نهيك أنه الجاليات السودانية أو الجاليات اليمنية أو الأفراد الإيطاليين أو الجالية الإيطالية، نهيك هذيل طبعا بيعتمروا أهل البلد، لكن حتى الناس اللي أتوا من بعيد من بلاد العمسان اللي هم بعثة السلام الأمريكية، طبعا أجوا كمدرسين لأغرداد. وبتذكر منهم استاذ قرير، المدرس قليقار وآلن، وهذيل طبعا حتى كانوا يتعاطوا معانا في 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 المسائل السياسيه بالله. فبالتالي أغرداد طبعا انا عندما زي مثل ما ذكرت كيف تشربت الاحساس الوطني والشعور والانتماء للثوره، ف
منذ بدايتنا أنا بتذكر في الحي طبعاً مع نهاية الأسبوع نمشي إلى خور بركة نلعب هناك طبعاً اللعب في وقت هذا كانوا يقولوا أن نقسم على اثنين نكون الجبهة ونكون الحكومة طور سراوي ونحارب بعدنا والنصر دائماً هو للثورة طبعاً الجبهة فبالتالي كنا نرفض طبعاً لازم يعني يحصل يعني ينقسم على اثنين فلان هنا وفلان هنا والناس اللي يكونوا دار يبقوا طور سراويت يرفض فاللي يكون طور سراويت أو البوليس ده يعني تحنسوا حتى يقبل لأنه هي لعبة هي لازم نلعبها وتحنسوا فتبدأ المسألة من هذه وطول اليوم بنلعب وطبعاً اللي بيخسره هو الجانب بتاعه الترسراويت البوليس واليوم والأسبوع اللي بعده تقدم يكون دورك تتمنى أن يكون دورك دور أن تتقمص دور الجبهة دور الثورجي ثورجي أيوه فتبدأ من هنا الشعور وبعدين طبعاً كنا في أم عيوننا كنا نرى شهداء تشوف الثوار مثلا من بعيد كده داخلين لانه انت دخلت الخور بركة حتمر بالجرادين والهدايا والله في ذلك الوقت لم يكون طبعا حتى لو كانوا ممكن يخفوا عنا ممكن ايوه يكونوا يعني لابسين يعني ولكن انا يحضرني مره استاذ احمد نعم تفضل ال يعني مرة في مدرسة أوردات المستر جاليجر كان جايب موسوعة إنسايكلوبيديا وجابه من كارنيو ستيشن أعتقد عنه كانوا يتفاعلوا مع زي ما قلت لك يعني أصبح طبع ناس أوردات يهموا بالمدينة همهم صار هم بالمدينة هم الطلبة بتاعته نعم فبالتالي أحضر هذه الكتب و يعني من والكبار اعتقد يكون هذه اللي عملوها مشوا ل اتش ولقوا هيلة سلاسي طبعا زهر السور فقطعوها وطلعوها من الانسايكلوبيديا يعتبر مثال في ذلك الوقت ما في شك يقسم بحياته والبر لازم ما تعمل عليها نقطه على عيون ايوه شالوها من شو اسمه وكان ابن واحد من أبناء أبوه كان ضابط في البوليس اسمه تدسي فهو كلم وجدر سراويت وبقى يحققوا معه فهنا بدأت تتولد لدينا ذات والناس هذين يعني ما مننا وقاعدين يعملون معاملة سيئة فبالتالي في هذه المرحلة طبعا يعني زعل المدرس قال لهم يعني الطرسراويت وضباط من الطرسراويت طبعا يجوا يحققوا مع الكبار انت اللي عملته الى اخره وبتخويف فهو قال لهم اسمعوا يا اخي هذه الكتب انا اللي جبتها هي ملكي قال لهم يقطعوها ما يقطعوها ايش دخل فباعتباره انه امريكي وامريكان طبعا يعني طبعا فقالوا هكذا انهى القضيه قال له هذه كتب إلي وأنا أحرقها اليوم ذات إذا كان عنده عاوز أيوه فبالتالي حتى بالإمبراطور ذات بالإمبراطور بتاعته وبالش اسمه بتاعته فمن هنا تشكل مثل هكذا كانت تتشكل تدريجيا وبتذكر مستر ألن مرة ليش قال الكلام ده ما أعرف لأننا كنا في الفصل الخامس قال لنا يا أخي أنتوا جايين في الطريق لقيتوا فدائي مجروح فايش كيف تتعاملوا معه ماذا تفعلوا معه اكتبوها في ورقه وجيبوها قال لي وقال اذا كان بتخفوا يعني بتخافوا حتى من ما تكتبوا اسمكم لا ورانا اماكن كده تخبوها وتجوا انا ما ادري ايش كتبت ما ادري لكن بالتحديد كتبت شيء كلكم كتبتوا الكل كتب ما يعرف ايش مين كتب ايش كتب ما نعرف وكل واحد سلموا هذه الورقة لمستر ألن. كان باللغة الإنجليزية مش كده أستاذ قرماي؟ باللغة الإنجليزية. جميل. يعني شوية بدأنا نكتب كومبوزيشن أيام هذيك طبعا. الوقت ذاك أيوه. مستر ألن كان يتكلم يردن شوية؟ حاول؟ تجرين عربي تجرينيا؟ لا أولدريتش كان بيحاول هم طبعا نفرين بيجوا ألن شوية كان صعب. لكن مستر أولدريتش يعني لما يلعب معانا في الكورة
بتذكر يعني فلان امسك الكره لما يقول يمسك يمسك ارمي ارمي حاجات بالشكل ده ويدخل فيها الانجليز الاس والباستنس لما عاوز يتكلم ذاته العربي يدخل فيه الايدي بالله. ايوه هو كان بيحاول كويس. طيب استاذ جرماء، على ذكر خور بركه، طبعا عمته مش كده في هذا الخور؟ بالتاكيد اكيد يعني. جميل جدا استاذ جرماي. ونزلت على البير عيله يعني؟ فعلا، وهذه اللي عندنا فيها ذاته يعني. نعم، واللي متذكر استاذ جرماي العولي كده الاباء والله الابار طبعا يعني الابار الكبيره والفسيحه اللي كانت هي يعني مزرعه سيلفيو اللي كان عنده برضو الفندق، مزرعة من؟ سيلفيو اسمه. أوكي، نحن ما حضرنا. مزرعته ما بين المزرعة العم محمد عثمان ومن الجانب الآخر برضو يعني محمد خيار. محمد عثمان ده سوداني ولا؟ والله أنا أتذكره سيارة حمراء ورجل ماكن، لما يقعد على السيارة سيارة محمد عثمان وعمنا عثمان نقول أشوفه من بعيد يعني شاقح للسودان، ماشي على السوق ولابس جلابية وشكله سوداني كده. لا هو من النبتاب، هو من الناس دقلل، ما سوداني. أوكي جميل جدا. والله أنا شخصيا هذه الحدود لا أؤمن بها أستاذ، هي حدود مفتوحة. طيب أستاذ قرماي، وكان في عيلة المادح والآبار الكثيرة، الخلفية العاملة المستشفى أستاذ قرماي، مستشفى مدينة غردات طبعا كانت مستشفى مختلفة تماما لكل المستشفيات بما فيها العاصمة. أستاذ قرماي تتذكر التاريخ بتاعة بناء هذه المستشفى؟ فتحتوا عيونكم عليها إنه المستشفى؟ لا كانت قبلها مستشفى، انا بعرف المستشفى اللي كانت قبلها كانت في نفس الموقع، هذا مستشفى مدينة غردات. نعم ايوه، كانت في نفس الموقع وكان مكتوب فيها بالايطالي اوسبيداله تشيفيل تشيفي، معناها ايوه المستشفى المدني مكتوب فيها كان. اوكي. بعده يعني تم بناء هذه المستشفى مع بناء جامعة غردات، حتى جامعة غردات بتذكروا عندما كان الجامع جامعة آخر، جامعة صغيرة في نفس الموقع لكن أصغر منه بكثير. الجامعة سنة كم في وكان هدية طبعا من الإمبراطور؟ ايوه هذه بالتأكيد كانت في 62 63. نعم وحتى المستشفى ايضا يعني نفس المغاول اللي بنى الذي بنى الجامع هو نفس المغاول الذي بنى المستشفى. كان ايطالي ايطالي المهندس؟ ايطاليين هم اعتقد. نعم ايطاليين هم اعتقد يعني، وكان في يعني اي منهم بدا يعني اعتقد بداوا بالجامع، انهوا الجامع ثم تحولوا الى بناء المستشفى. طيب بالنسبه للكنيسه البادري، ماذا تذكر عن البادري؟ وطبعا بادري حوش كبير تذكر بنايته؟ هذه المستشفى انا لا اتذكر بنائها، لكن بتذكر البادري انه يعني المستشفى كان خلف المستشفى لانه في ميدان كوره في داخل. ايوه في البادري في ميدان كوره، في نهايه ميدان الكوره لاتجاه حوش سيدي لاتجاه ستاي قمرون او سليمان، حوش ناس سليمان داوود ناس محمد درار في الاتجاه هذه بتذكر كانت كنيسه صغيره. اوكي ده يدل انه هذه الكنيسه قد لا تكون مبنيه، لكن بعد ذاك طبعا هو الواحد بيتذكر اشياء ثم تروح من عنده اشياء، فما بتذكر متى بدا البناء، بتذكر الكنيسه هذه اتهدمت الصغيره اللي كانوا يصلون فيها،
فتحت عيني على هذه البناية الجميلة. البادري عندك طبعا صولات وجولات في البادري هنا مش كده استاذ جرمال؟ الكوره فعلا فعلا كنا حتى كنا نلعب فيه طبعا. طيب على ذكر الكوره، كده اذكر لنا الانديه اللي كانت في زمنكم، بين اب وكف الاسد و شباب والهلال. اوكي، طالما اتينا للرياضه، اولا ميدان الكرة في أبوردات، أول ميدان كرة كان أنا بتذكره فترة بسيطة الـ 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 أمام مسلحة القطار. هناك جنب زريبة البهائم. أيوة، نفس حوش عمر حسن والشفراي والأماكن هذا والبنايات هذيك اللي صارت فيها. أيوة. كان الميدان في الوقت هذاك بيقولوا أنه من الفرق الكبيرة كان كف الأسد. كف الأسد. كف الأسد لم أراه طبعا، كنت أجي لذلك الملعب، كان اسمه واحد بيتوم كبد من أبناء حينا، بيعرف طبعا هو متقدم في السن وكذا، كان بيجيبنا، لكن حتى لا أقدر أشوف الكرة لأنه الناس حوالي ليش اسمه يعني أضيع تحت الرجل ما أقدر أشوف. فبتذكر بيقولوا لي هذا اللي كان بيلعب هو كف الأسد، بسمع كده بعده. لكن برضو سمعت مقولة بتقول كف الأسد إنه يعني كفريق أنهوه بعد ما انهزم شر هزيمة من كرن. من كرن. من كرن. فقالوا أولاد كرن قلبوكم ولا تال محبركم، كان بيقال هذا الكلام. حلوان. هذا بعد هذا الكلام لم يظهر كف الأسد. أوكي. بعده انتقل الميدان إلى أمام الطرسراويت. في الجانب الآخر، الجانب الآخر اللي هو اتجاه برجيد. أيوة أمام البرجيد ياميها كانوا سلاسة أندنيا والأول فرقة الواحد والثلاثين. هنا ظهرت أنت ماشي لأوتيد، وأنت ماشي لأوتيد، أنت مش ماشي لطريق المطار صح؟ أيوة، في نهاية المطار بالضبط أمام مدخل البرجيد. هنا صار، فهنا طبعا ظهرت فرق النصر، القاش، المرغني، السيلة، بعده أيضا ظهر فريق الهلال. كانوا يسمونه بن آب موجود ساعتها. ده مجموع، ده حالة بعده أجا فريق الهلال، كانوا ناس أغرزات بيسموه فريق الروز لأنه كتار من اليمانية كانوا يلعبوا فيه. الهلال ده كان يلعبوا فيه ناس عبد السلام ومحمد علمي. لا 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 لا، الهلال الأول أنا قاعد بذكر لك الهلال. الأول كان يلعبوا فيه ناس عبد الله بافرج، واحد اسمه الحاسل، وعمر الناتي كان يلعبوا فيه برضو من أبناء غردات، اللهم حبة القلوب. أنا كان في البلدية من اسمه هذا منقس. لا كان في البلدية ابنه لعمنا إدريساي، محمد إدريساي ولا من أوكي. جميل. هذيل اللي كان يلعبوا، هذيل برضو مع بداية الثورة لما بدأت الثورة. وكلهم كانوا مدنيين ديل مش كده؟ كلهم هذيل للشرطة فريق. كلهم مدنيين هذيل. بعده يعني في منتصف الستينات الطرسراويت أيضا حموا، لأنه خلاص الثورة بقت تدخل بالليل ويحصل شو اسمه، فبالتالي تخوفوا من كل ما هو إريتري، فبالتالي قالوا ممنوع اللعب أمام شو اسمه، أمام البرجيد. أمام البرجيد. بعده انتقل إلى ملعب كرة إلى في نهاية في منتصف الستينات تقريبا، وفي نهاية جوكو على طريق السكة حديد. سكة حديد جنب المدرسة. جنب المدرسة. نعم نعم. أيوة. هنا ظهرت أيضا ظهرت فرق واختفت فرق. أوكي. الفرق ظهرت هنا شنو؟ يعني النصر يعني كان موجود. ستيلا لم تكن موجودة، بدل ستيلا أجا فريق أنبسة. أنبسة. المرغني كانت موجودة، القاش لم يكن موجود. الهلال
اجت بثوب جديد وبناس جديد، بناس محمد خير عمر عبد بناس عبد صالح خير الدين عبد صالح خير الدين واخرين، القاش اختفى لم يكن موجود لانه، ولكن ظهرت ايضا بين اب ومارتيلو اللي ظهر. مارتيلو ده كان الايطاليين لا لا كان يمولوه مثلا كان يمولوه لا لا كان يمولوه الناس اللي الاردنيين اللي بيشتغلوا طبعا في المكنكه يعني كانوا ميكانيكيين وكذا يشتغلوا مع الايطاليين وايضا فريق الشباب ظهر بفريق شباب بكل معنى الكلمه، كان يلعب فيه ناس ابو الكتو محمود ايوه واخرين واستمر لغايه الفرق هذه استمرت لغايه 75 الظاهر برضه فريق البحر الاحمر ايوه هذا بعد يعني ما بعدك انت لما مشيته ظهر فريق البحر الاحمر وكان بيلعب فيه اخونا محمد شيخ معروف يعني ايوه وناس وظهروا طبعا ناس علوي وناس ناس ادحنا ابراهيم ادحنا ادحنا في نهايه الستينات اللي قلت لك كان بيلعب ايوه يعني قبل الجماعه دي قبل الجماعه دي كان يلعب في فريق النصر وكان لاعب بارز وكان له شأن في الرياضة الإريترية لو ما يعني هو الرياضة دي كان داربها بالشلوت إبراهيم أدحان هي كانت وهي كانت كان اشترط حماسين في الأخير طبعا من كرن عندما شرقوه يلعب وأخذته أنا بتذكر أنه كان واحد من إداريين بتاعت حماسين كان يأتي كله نهاية الأسبوع حتى يشوف لكي يشوف أدحان يلعب في الميدان فبعلا اشتروه زي ما يقولوا يعني طيب وناس كنوني كرار كنوني وحامد كنوني كرار طبعا كان بيلعب مع هلال كرن وبرضه كان بيلعب مع هلال كان رجل لعاب كرار ايوه حامد كنوني كل اهل كنوني ابداوا من الاستاذ محمود المرحوم استاذ محمود مرورا بطاهر كنوني و أوبكر كنوني ثم كرار كنوني كل جمال كنوني كل الأسرة كانت لعيبة أسرة كروية كنان طيب أولاد عمنا العلمي كانوا فيها هذه برضو الرياضة كانت تجري في عروقهم بالذات محمد علي علمي وعبد السلام علي علمي صحيح بس لم بالذات محمد علمي لم يكن لاعب كورة بس ولكن كان همه يطور الكرة يخطط الميدان هو وحمد يرحمه محمد نور سعيد علي من نور سعيد علي الله يرحمه نعم ميلنا الله يرحمه محمد نور سعيد علي هذيل طبعا اللي أسسوا الريادة اللي تأسست اللي أحيوا الريادة بعد في نهاية الستينات عبد السلام كان برضو رجل لعاب مش كده أيوة عبد السلام كان لعاب كان بيلعب قطر نعم حقيقة نعم نعم أحييه من هنا طيب تتذكر حارس المرمى يوسف و طبعا ايوه يوسف بتذكر يوسف حارس المرمى كان حارس كان حارس ممتاز يعني حارس مرمى الهلال يعني قبلهم أرضو كانوا حراس مرمى كتار واحد اذكر لنا من حراس المرمى اللي كانوا انا بتذكر حراس مرمى الجيدين في أغردات اللي شفتهم في البدايه يعني قبل ناس يوسف وطبعا كانوا ناس ادريس تولودي وبعد وقبلهم كان واحد اسمه تشيكيني كان حراس جيدين وبعده اتوا ناس يوسف يا سبيض كان في الشباب ولا في الهلال؟ كان في الشباب نحيي يا سبيض هو موجود في إريتريا طيب لا تذكر الكورة وإلا يذكر عمنا عبد الهادي جهار صح البيترو المعروف أحسن يعني تحكيم دولي تقريبا أنا أشبهه بالحكام الدوليين كان رجل متميز
وحزمه واشاراته، حتى الاخطاءات اللي تعملها ما يتكلم معك، يوريك هي عن طريق اشاره ايش yes. يعمل لك كذا أيوة. كذا وخط والى اخره بابا ايوه وبعدين بالذات الريجوله كمان اللي ايوه ضربه الجلادي لما نلاقي والسفاره بتختلف عن سفاره، كل سفارات الى معنى، سفارات خطا جسيم يعني صوتها مرتفع. وانا اتذكر والله يا استاذ قرماي النهايه ذاته الفاينل اي صحيح يصفر كده شيء في في ويعمل لها كده بدون احنا اطفال صغار ساعة. انا لم اشاهدها بدون مبالغه، حتى الحكام الدوليين الى يوم هذا يعملوا نفس الاشياء اللي كان هو بيعمل. وشوف في الزمن ذاك تعرف رحمه الله حسب ما سمعته، ونحن نحيي ابناءه سعيد ومنصور يجزو ملاي وبنته برضه زهره الله يرحمها يبدو لي توفيت، فيقال انه توفي عبد الهادي جهار رجل الكابتن الكبير يعني توفي في المملكة العربية السعودية، لقوه يعني مسكين شوية كان هناي فاقد الوعي، فلقوه توفي في ملعب كورة، تخيل لقوه قاعد في ملعب كورة كده وسلم أمره، تخيل يا أستاذ قرماي. هذه طبعا سمعت القصة دي أستاذ قرماي؟ عفوا سمعت القصة نهايته؟ والله ما سمعتها، لكن هو خرج مسكين هائم الله يرحمه واختفى من أسرته يعني كان القدر هكذا، فلقوه يمكن هو من النوع اللي ما يفارق الملعب، يعني توفي في الملعب، توفى في الملعب، تخيل رحمة الله عليه. هذه ذكرتني تعرف اللاعب السوداني المخضرم ماجد عبد الله، لاعب السعوديه طبعا من اصول سودانيه. نعم. مره والده طبعا احكي معاه في السعوديه، قال انا شوف كثره ما احب الكوره، قال انه لا ادخلها اذا كان الحكم صفر قبل ما ادخل انا في الميدان والكوره ابتدات انا ارجع بيتي، لازم ابداها من صفاره الحكم. فهو من الانواع هذه الصحيح. نعم نعم نعم. بشير عبد الهادي. طبعا احنا سياحتنا معاك في هذا البرنامج الملف استاذ قرماي تشمل كل الاشياء، وعلى ذكر الكوره طبعا هنالك قصص وهناك بعدين ممكن نجيها في زمنكم. استاذ قرماي انضميت لاي فريق في فريق انديه كره القدم في أغردات؟ فعلا انا حاولت ان العب الكوره، لكن انا يعني لم اتوفق في هذه المساله، اعتقد لم اخلق لكي العب الكوره. فحاولت واندميت لفرق ولعبت مرة واحدة فقط. كم معي فريق؟ ودي كانت يمكن في أحسن حالاتي بالنسبة للكرة، لعبت مع فريق النصر ونلنا الكأس، وللمفارقة طبعا أنا دخلت بديل، واللاعبين في أغردات طبعا هم 11 لاعب اللي بيلعبوا، فالاستاذ الله يرحمه الاستاذ محمد نور حسنه باعتباره كان من مؤيدي الفريق ومن ادارته ومن مدير الشرف يعني، وكان من رئيس الشرف للفريق، كان مخصص $110 110 بر اثيوبي أو حاجة 11 لاعب. فأنا دخلت بديل، فالاثنين تخاصمنا، كل الناس أخذت 15 ريال، أنا وبديل أخذنا 55 ريال، قسموها على اثنين. يعني الفريق اللي يفوز بياخذ 100، الفريق كله بعدين تقسم. هو الفريق كل واحد هو خصص له، هو طبعا محمد نور حسن هو خصص 110 بر للفريق كل لاعب، باعتبار وضع في ذهنه ان 11 شخص هم اللي حيلعبوا. صحيح، وكثيره كثيره صحيح. ايوه، لكن احنا هم 11 اللي لعبوا، لكن في بديل. في بديل صح. ايوه. فكنت انا البديل، بديل لمن ما اعرف، المهم انا تخاصمنا فحصلت من الكوره من جهد بسيط وجهد كبير بذلته، لكن لم اتوفق ان اكون لاعب، فحصلت على خمسه بر. برضه ما سهل يا استاذ قرماي، خمسة بر أنا أتذكر على الواحد لو لقى مبلغ كبير، هو لو لقى 10 قروش يعني. أي.
طوالي كان بيمشي مطعم شيباني الله يرحمه عمال الشيباني يعني. فخمسة بر وإن كان مبلغ كبير، مبلغ مبلغ كبير. طيب أستاذ قرماي، نحن قربنا نكمل الجزء الأول في برنامج الملف، ولا نزال في سياحة في مدينة غردات، وعبرها طبعا بنذكر الأشخاص والأحداث والأشياء اللي تؤكد مكانة هذه المدينة الثائرة. أستاذ قرماي، كده نأخذ سياحة على القهاوي الشهيرة اللي في زمنكم ساعتها، وأنا ممكن أذكر لك عمنا حسين قودري رحمة الله عليه، وقهوة عمنا محمد ناصر، والقهاوي الثاني كده أنجولوي وكذا. وش لنا في القهاوي الشهيرة في زمنكم؟ وراء القهاوي هي كل واحدة يعني في أغردات لها روادها ولها ناس. مثلا قهوة الشيباني، قهوة عسكر عمنا عسكر، أيوة. في راجل كان اسمه قهوة علي حنكيش، يعني بيعمل شاهي ممتاز ورواده معروفين. كان وين القهوة دي؟ هذه القهوة كانت تفتح بالجانب الآخر للمدرسة. تمر على قهوة عسكره وتلف، طبعا في نهاية الزاوية تلف وكأنك أنت ماشي إلى اتجاه الجامع. كانت قهوة تنبش، هذه قهوة مخصصة أنه ناس يلعبوا فيها قهوة تنبش، أيوة، والكشتينة. كانت قهاوي أيضا للشباب، قهوة ياسين وقهوة محمد جانكر، أيوة، وقهوة عمنا قشاري. قشاري هذه أم القهاوي. يعني وكانت قهوة عمنا عبد الله، عبد الله اليمني. هذه القهوة أيضا يعني متخصصة بشاهي بقطف الليمون. عبد الله مين؟ عبد الله بحكيم. عبد الله بحكيم جنب الإسكودورية يعني؟ جنب الإسكودورية بيودي هو يعمل الشاي، هو اللي بيودي الشاي. فأنت إذا كان طلبت الشاي وقبلك داخل الإسكودورية في حد طالب الشاي، أول هو يودي هذيك ويرجع لك ويعمل لك الشاي بتاعك. وعليك أن تنتظر. عليك أن تنتظر، والكراسي بتاعته طبعا مساميرة بتطلع، أنت بتسلح الكرسي بتاعك وتقعد فيه. مع انه ابو حكيم كان رجل ما شاء الله يعني. لا مش هو ابو حكيم، اللي شو اسمه هذيل ابو حكيم لو تتذكر، قد يكون اسم قد يكون لهم علاقه، لانه ليس ابو حكيم صاحب الدكان ومن اعيان المدينه. وهذا ابو حكيم يعني لو تتذكر ناس حميدان ومن، ايوه طبعا عم حميدان الله يرحمه. نعم ايوه ابوهم يعني بحكيم هذا كان عنده مصوراتي قديم وعنده كان عجلاتي قديم. نعم عمنا حسن بحكيم. حسن بحكيم هذين أغاربه، وكل ما يعملوا بحكيم طبعا أولاده زملانا عبد الوهاب المرحوم وعبد الله فاركيتا الله يرحمه برضو. ايوه فاركيتا حسنية وقادرية والجماعة ديل يعني الوقت وصلته، هو هذا عمهم ليهم. اخوه يعني كل حسن. كل ايوه كل ما يعمله من شو اسمه هو كذا هو لاولاد حسن بحكيم. ايوه القهوه دي هي بعدين هي اللي اتقلبت لمحل عجلاتي في الكورنر. لا لا ما نفسها كانت في محلها لغايه ما انا اترك أغردات. طيب. وبعدين في قهوه شهيره برضو في داخل سوق العيش، قهوه محمد جبلي. محمد جبلي أديل أيضا هذه من القهاوي المشهورة. طيب كده أمشي لنا قريب المحل البريد، المحل بتاعت عمنا دتي وكده اللي كانوا شغالين فيها في المنطقة دي، ما كان في قهوة هناك في الأريا دي؟ جنب البريد؟ جنب البريد أيوة. ما هي هذه نفس القهوة اللي أقول لك محمد محمد علي جبلي لو تتذكروا. دورة بيت ناس حميدان يعني. ايوه ديل نفس القهوه بتاعتهم كانت في 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 ذلك المكان، وحواليها الناس اللي بيشتغلوا السيوف والسكاكين الجمبوريه. ايوه الحدادين صح صح.
الحدادين هذا حواليه، هذه قهوة أيضا يعني تفتح مع سوق، مع فتح سوق العيش بدري في الصباح حتى المغرب ووقتها. كنتوا كشباب الوقت ده كنت ترتادوا يا تقهوى أستاذ قرماي؟ نحن كنا نرتاد عدة قهاوي، منها قهوة ياسين وقهوة محمد جانكرة، وأخيرا برضو هذه القهوة اللي افتتحها محمد نور حسن لفريق الشباب، كانت برضو في زاوية مع أنجولوي. أيضا نسيت لك قهوة سلال، هذا أيضا كانت مشهورة بشاهي تقيل. قهوة سلال يمني مش كده؟ أيوة عمنا سلال، هذا كان مشهور يعني الشاهي بتاعته يعني تقيل جدا جدا بالله. يعني وقهوة الكودر طبعا مو متذكرها. أيوة من يحب شاهي تقيل يذهب يمشوا لقهوة السلال. يا سلام. طيب نجي نختم حديثنا ب البيرغو سبويا. البيرغو سبويا برضو كان فيه قهوة أكيد، بس يدخلوها الناس اللي مرتاحين كده، كلام صح أستاذ قرماي؟ هذا صحيح. البرغو سابويا طبعا ده بيعتبر يعني اولا كانوا الايطاليين غالباً. ثم يعني من الـ ويلعبوا فيه البلياردو وقهاوي قهوه المكنه المضبوطه الكابتشينو المضبوطه هذه كانت فيه. ومع الايطاليين كانوا بيدخلوه ناس برضو يعني مثل عمنا محمد بخيت وآخرين يعني ذو ثقافة إيطالية. بعده يعني بدأوا الإيطاليين يعني يقلوا في أبورتات، فبدأوا برضو الأفنديات أصبحوا يدخلون المدرسين والكتبة الجماعة شغال في بورتو فوق. أيوة أيوة هذيل اللي كانوا رواد. يا سلام. أستاذ قرماي زميكيل عضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، نحن اليوم يعني الناس يفتكروا شلناك بعيد من السياسة، لكن نحن في عمق السياسة، لأنه هذا التوثيق للمدينة ناسا وقهاويها وتاريخها مساجدها وكنائسها ونضالها وجرادينها وآبارها، ونحن شفتها إن شاء الله المدينة دي حنمشي معاك ونسوح فيها حتى حتى أستاذ قرماي. فكده تختم لنا الحديث بشنو أستاذ قرماي، وأنا أشكرك جزيل الشكر على أنك تقبلت تعمل معنا اللقاء. طبعا أولا أنا مثل ما ذكرت لك طبعا أنا مسرور جدا على حتى أن أتحدث عن هذه المدينة التي عشتها عقدين من الزمن من عمري، ولكن هي تعيش فيها حتى هذه اللحظة، ويزداد عشقي والحنين لها كلما ابتعدت من عنها جغرافيا. يا سلام. فايضا انا أغرداد طبعا دلوقتي اختم كلامي، طبعا كانوا يتعانقوا فيها الديانتين السماويتين من خلال اجراس الكنيسه وسماع اذان الجامع من الشيخ احمد وصوته العذب. أهل المدينة كانوا يعني بجانب إلى مدلول الروحي لجرس الكنيسة وأذان الجامع، أيضا كنا يعني نوقت به وقتنا، أنه كلما درب الساعة 6 الكنيسة أنه تقول هذه هي ساعة 6، ساعة 12 هذه تقول هي ساعة 12، وفي المساء يعني الساعة 6، أيضا الجامع نوقت به عصرنا وزهرنا وعشاءنا. فهكذا أيضا الصورة بدت أمامي، الاثنين يتعانقان من خلال الأجراس وأذان المكبرات. وأتمنى أن نعود لها كلنا ونفترش أرضها ونلتحف سماءها حتى لو كانت اليوم واحد يستلح. يا سلام عليك، شكرا لك. وحقيقة أنا والله يعني أنا ممتن لك أستاذ قرماي زميكيل، الأستاذ المربي الجليل وعضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري من أبناء مدينة أغرداد. سعدت بك وسعدنا بلقائك، وإن شاء الله يعني سنلتقي بك في حلقات وحلقات للتوثيق، وممكن نعرج بعدها كمان
على مراحلك الدراسية في مدينة كرن وبرضو في بلاد جيران الإثيوبيين لما مشيت تدرس هناك وتخرجت من كلية المعلمين، ورحلتك إلى منصورة وبارنتو ثم تكرريت مش كده في البداية وغردات وربما كرن. والله يا أخي سياحة معاك جميلة أستاذ جرماي، أنا أشكرك كل الشكر على تفضلك ومن زمنك الغالي. تحياتي لك أستاذنا الفاضل جرماي زميكيل الرجل المثقف، وإن شاء الله سنلتقي بك قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتي لكم مشاهدي الكرام، أحمد الشريف في إدارة هذه الدردشة وهذه الونسة مع أستاذنا جرماي زميكيل، وتحيات زملائي العزيزين الأستاذ إدريس أبو هاشم وأخونا كرار هيابو، وتحيات مخرجنا الجميل عود تسفي يهنس كداني وفريق العمل كله في الرسالة الفضائية المستقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.